السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد علي وحلقة جديدة عالم الخيارات الصناعية. امبارح أنا كنت عملت فيديو عن شركة هودلي، منصة لشراء العملات الرقمية عن طريق الفيزا كارد، واتكلمت فيها بشكل سريع عن المميزات بتاعتها. ففي مثل أجنبي بيقول الشيطان يكمن في التفاصيل، ففي ناس يعني قالت لي يا عم احنا انت بتكروتنا وبتحط الحاجة كده وتقول الشركة كويسة وخلاص وتمشي، واحنا مش عارفين هل فعلا احنا نقدر نثق في الشركة او نقدر نخش. فمبدئيا هنبتدي نتكلم ان الشركة منصة مرخصة، هوتلي هي منصة مرخصة تبع الاي كيو اوبشن لشراء العملات الرقمية عن طريق الفيزا كارد. وقلنا ان هي بتبقى الاولى، يعني مش الاولى يعني، بس على حد علمي ان هي الشركة تقريبا الوحيدة اللي بتقبل انك تشتري عملات رقمية مباشرة بالفيزا كارد، وتقدر تبيع تاني العملات الرقمية ليها وتاخد فلوس عن طريق الفيزا كارد بتاعتها. ده رقم واحد. طيب هنخش كده في برضه واحد قال لي طب ما هو ليه تبع اي كيو اوبشن، اي كيو اوبشن بتدي هي نفس يعني العملات بالظبط اللي موجودة على المنصة في كتداول، هي موجودة كشراء. طب ما انا اشتري من المنصة اللي هي بتاعت اك اوبشن اللي انا فاتحها دي، وبلاش اشتري من شركة هودلي، يعني الشركة ايه؟ لا انا ما اشتريش من الشركة، اشتري من المنصة. طيب عشان برضو للناس اللي هي جديدة او اللي هي ما عندهاش يعني لسه خلفية عن الشغل ده، هنشرح حاجة بسيطة. مبدئيا ميزة شركة هودلي انك لما بتشتري عملات رقمية انت بتحتفظ بيها على الشركة او بتسحبها على المحفظة، دي حاجة بترجع لك. بس مبدئيا احنا نخلي بالنا في حاجة، لو انت هتشتري عملات رقميه من هنا، يعني دي ادي العملات الرقميه المتاحه، هي بالظبط متاحه الناحيه التانيه على الشركه. ايه اللي يخلينا وبرضه انت هناك ممكن تشتري بحد ادنى 10 دولار وهنا ممكن تشتري بحد ادنى 10 دولار، الفرق ما بين هنا وهناك ايه؟ مبدئيا لو بصينا هنا هتلاقي فيه سبريد على كل عمله من العملات دي، فالسبريد ده بيبقى فيه فرق سعر محطوط على سعرك عند التداول، بمعنى انك انت بتبقى كأنك شركة فوركس، في هامش بيبقى محطوط للشركة، الهامش ده بيبقى فرق السعر عن السوق الأصلي، فيعني معنى كده انك انت في جزء مفقود من الربح راح للشركة. دي حاجة. الحاجة التانية انك انت برضو تخلي بالك انك انت هنا في الميزة دي مش لانك انت تعمل، قلناها قبل كده على الريبل مثلا، لو احنا اخترنا الريبل انك انت بتدبل قيمة الفلوس، يعني انت لو مشتري ب 100 وعملت 3x يبقى كده كأنك مشتري ب 300 دولار، لو مشتري ب 100 واخترت 5x هتبقى كأنك مشتري ب 500 دولار. طيب الحاجة دي حلوة ولا وحشة؟ هي حلوة ووحشة عشان يعني حاجتين. مبدئيا لما بتيجي تشتري وتحط السعر، يعني احنا لو عملنا مثلا ادي 5000 دولار واخترنا 5000 يعني 5x وقلنا باي اشتري كونفيرم باي، دي حاجة كمان خلي بالكم ان في كوميشن كمان بيبقى محطوط على شراء العملات الرقمية موجود هنا على المنصة، كونفيرم اشترينا. مجرد انا ما اشتريت وخدت 5x في فرق 48%، يعني في فرق عن سعر السوق هامش بقى، عشان بس ده مش عشان خاطر هامش يعني ايه اللي حطاه الشركة، ده هامش عشان انا استخدمت المضافة، بقى في هامش فرق عن السوق 48، يعني انا عشان احقق مكسب لازم الاول اعدي ال 48% في المية، السعر يعلى زيادة عن 48 وبعد كده اللي هيزيد عن كده هيبقى مكسب ليا. بس ده طبعا بما ان انا مشتري 5 اضعاف هيبقى المبلغ اربعة، هنا 34000 ريبل، فطبعا هيبقى مبلغ كبير لو فعلا عدى، قدر انه يعدي ال 48% مبدئيا، عشان بعد ال 48% وين 49 هيبقى المكسب بتاعي. فده طبعا يعني الموضوع يعني مش اي حد يخش يتداول فيه او حاجه سهله للناس. فالناس المبتدئه جديد هنخلي بالنا الشركه بتاعت هودلي لو انت عايز تشتري عملات وتحتفظ بيها، ودي افضل من انك انت تشتري من المنصه عشان خاطر العملات والكوميشن والكلام ده كله. انت لما تشتري من شركة هودلي بتريح دماغك من الكلام ده كله، 10 دولار 20 دولار ايا كان المبلغ اللي انت هتستثمره، المبلغ بيبقى موجود، بتسحب العملة هتخليها على المحفظة بتاعتك، عايز تسيبها على الموقع هودلي زي ما تحب، وقت ما بتحب، مجرد السعر ما بيعلى انت بتقدر تبيعه.
يعني ده عشان بس الناس بتقول لي انت بتكروتنا، وما عندهم حق. ان ساعات ببقى الفيديو بشرحه سريع، يعني هم الناس طبعا اهم حاجه انكم تعرفوا المعلومه، عشان بناء على المعلومات دي انتوا بتبقى عندكم بعد كده خيار انك تقدر تحدد هتعمل ايه. فعشان كده انا القصه زي ما فهمتكم دلوقتي، ان انا شركه هودلي دي افضل، معناها هي اي كيو اوبشن، يعني دي شركه اي كيو اوبشن بس منصه اسمها هودلي شراء العملات الرقميه عن طريق الفيزا كارد، ودي تقريبا المنصه اللي انا اعرفها الوحيده اللي بتتعامل بالفيزا كارد في شراء العملات. في منصات تانية اللي هي تعدين، عشان في ناس تقول لا احنا نعرف منصات تانية، المنصات التانية دي بتبقى تعدين، لكن احنا دلوقتي بنتكلم على انك انت تقدر تعمل حاجه. الحاجه دي لو انت ناوي تستثمر في العملات الرقميه، يبقى شركه هودلي انا برشحها ليكم، انها لشراء العملات الرقميه هتبقى مفيده بالنسبه لك جدا جدا جدا، احسن من المنصه نفسها عشان خاطر الهامش وحاجات تانية كتير. انت كمتداول محترف على العملات الرقمية، لو بتتداول فدي مكانك هنا، لكن انت لو هتشتري وتستثمر يبقى مكانك في الامان انك انت تبقى مع شركة. بشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.